حارس نصر الله السابق في صندوق البريد بين إسرائيل وحزب الله، فبعد ضربات الليل في الساحل السوري استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة تابعة لحزب الله في منطقة جديدة يابوس الحدودية مع شرق لبنان. الحزب أقر بمقتل ياسر نمر قرنبش دون أن يوضح دوره، وقال مصدران أمنيان إن الحارس الشخصي السابق لنصر الله كان مسؤولا برتبة متوسطة في حزب الله وشارك في نقل الأسلحة. وفي رد على اغتيال حارس نصر الله السابق في دمشق، أعلن حزب الله عن إطلاق صواريخ باتجاه قاعدة نفخ الإسرائيلية في الجولان. مراسل الحدث أفاد بتعرض سيارة لإصابة مباشرة، ما أدى لسقوط قتيلين واندلاع حرائق في بعض المناطق، فيما أوضح مراسل الحدث أنه جرى تفعيل صافرات الإنذار في أغلب مواقع القبعات الزرق في اليونيفيل في جنوب لبنان.